السلام عليكم. وصلت سفيرة الاتحاد الأوروبي أنطونيو كالفو بيرتا رفقة دبلوماسيين من فرنسا وهولندا والسويد إلى العاصمة صنعاء أمس الاثنين. وقال المكتب الإعلامي لسفيرة الاتحاد الأوروبي إن الزيارة تهدف إلى إحياء المشاورات السياسية وتعزيز العمل الإنساني لصالح الشعب اليمني المتضرر من الحرب. إذن تدخل أوروبي أوسع على خط الأزمة اليمنية كانت بدايته عبر مشاورات سرية عقدها الألمان بين أطراف سياسية في برلين، الذي يمكن أن تخرج به هذه الدول من الحوثيين الذين رفضوا ويرفضون السلام، كما صرح المبعوث الأممي السابق الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ. اليوم الثلاثاء التقى الرئيس عبد الرب منصور هادي في الرياض المبعوث الأممي الجديد مارتن جريفيث في أول زيارة له لطرف يمني. وقال الرئيس هادي إن الحوثيين لا يلتزمون بأي عهد أو ميثاق كما حصل في جولات الثلاث السابقة من المفاوضات، بينما أكد جريفيث أنه متفائل بالتوصل إلى حل وفق المرجعيات الثلاث والقرارات الأممية ذات الصلة. وهنا نتساءل، هل الأزمة اليمنية بحاجة إلى جولة مفاوضات جديدة أم إلى ضغوط دولية تلزم الانقلابيين بالقرارات الدولية السابقة؟ هل هذه الجهود تهدف إلى إرغام الحكومة الشرعية على تنازلات كبيرة تفضي إلى وضع هش وتزرع ألغام حروب جديدة؟ لماذا لا يسأل المجتمع الدولي والحوثيون هل أنتم مستعدون لتسليم السلاح أو الانسحاب من المدن؟ وإلا فما جدوى الجلسات البروتوكولية ولقطات كاميرات التصوير في الوقت الذي يموت فيه اليمنيون كل يوم؟ أعزائنا المشاهدين، هذه التساؤلات وغيرها سنناقشها في هذا المساء مع ضيوفنا. نبدأ النقاش بعد متابعة هذا التقرير. بالتزامن مع تسلم مارتن جريفيث لمهامه رسمياً، بات من الواضح دخول الاتحاد الأوروبي في خط الأزمة اليمنية أكثر من أي وقت مضى، في توجه يحمل الكثير من التكهنات العلنية وغير العلنية من المحادثات السرية التي تمت برعاية دول من الاتحاد. وصول وفد دبلوماسي إلى صنعاء في 19 من مارس يعزز فرضية الاهتمام المتزايد بالملف اليمني من قبل الاتحاد الأوروبي. وبحسب مصادر إعلامية فإن الوفد ضم عددا من السفراء من دول أوروبية مختلفة، وبحسب مراقبين فإن الزيارة هي الأولى لسفراء معتمدين لدى اليمن منذ مغادرة السفراء العاصمة صنعاء بعد الانقلاب والاجتياح وقبل انطلاق عمليات التحالف العربي بداية العام 2015، وهذا بدوره يشكل تحولا دبلوماسيا في مسار الأزمة اليمنية. الوفد ضم كلا من أنطونيا كالفو بويرتا رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي إلى اليمن، وسفير فرنسا لدى اليمن، وكذا سفيرة هولندا لدى اليمن، والمبعوث الخاص لوزير خارجية السويد. وبحسب التمثيل هو وفد رفيع من الناحية الدبلوماسية. بحسب أنطونيا رئيسة البعثة أكدت أن الاتحاد سيقوم بمساع حميدة من خلال الدعوة لإيقاف الحرب في اليمن، وقالت إن الاتحاد سيقوم بمساعيه من خلال الدعوة لوقف الحرب عن طريق الوسائل السياسية والجلوس على طاولة الحوار من قبل جميع الأطراف والفرقاء في اليمن والتوصل إلى اتفاق يخدم الجميع. خبر وصول سفراء الاتحاد الأوروبي وهولندا والسويد إلى مطار صنعاء هل يؤكد أن الملف اليمني سيكون للاتحاد الأوروبي دور مهم في إدارته بعد أن برزت للسطح حقيقة ما يحدث وحوارات سرية وبحثية تمت في الأشهر الماضية غابت عنها الشرعية ودبلوماسيتها؟ ويبقى السؤال المكرر، ما الذي سيضيفه وجود الاتحاد الأوروبي للمحادثات السياسية مع طرف لم يلتزم بقرارات الإجماع الدولي، وخصوصا أن الانقلاب والاجتياح تمرد على قرارات الشرعية الدولية التي من ضمن مكوناتها دول الاتحاد الأوروبي ذاتها؟ جدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام، كما أرحب بمن ينضم إلينا عبر السكايب الباحث في حقوق الإنسان أستاذ البراء شيبان الذي ينضم لنا من لندن. أهلا بك أستاذ براء. أهلا وسهلا فيك. حياكم الله أستاذ البراء. في أي سياق يجب أن توضع هذه الزيارة؟ كيف تقرأ، إنسانيا أم سياسيا برأيك؟ لا، هي زيارة سياسية بامتياز. الوضع السياسي يعني يواجه جمود كبير، ليس هناك أي تقدم من ناحية الملف السياسي. آخر مباحثات كانت في الكويت في العام 2016، ومن وقتها لم يحرز أي طرف دبلوماسي أي تقدم في اتجاه حلحلة الوضع السياسي في اليمن.
فبقراءتي قراءتي الشخصية هناك محاولة لكسر الجمود. جماعة الحوثي تعاني من عزلة كبيرة خصوصا بعد مقتل الرئيس السابق علي عبد الله صالح، واستمرار هذه العزلة ربما الآن يرى الاتحاد الأوروبي أنه غير مفيد لحل حالة الأزمة اليمنية. فبالتزامن مع كل الدعوات للإغاثة الإنسانية وتدعيم العمل الإنساني في اليمن، لكن هذه الزيارة بالتأكيد هي زيارة سياسية بامتياز. طيب لماذا جاءت الآن؟ يعني نحن على مشارف ما يتم الحديث على أن هناك ترتيب لمؤتمر إنساني من قبل السويد وكذلك سويسرا والأمم المتحدة، وهذه الزيارة جاءت الآن، هناك من يربط بين هذين الأمرين؟ أنا لا أربطها حقيقة. المؤتمر الاستجابة الإنسانية هو مؤتمر سنوي عقد السنة الماضية وسيعقد هذه السنة، وإذا لم تحل الأزمة اليمنية قد يعقد أيضا في العام المقبل في شهر 4. فهو عمليا هو مؤتمر سنوي يعقد في شهر إبريل من كل عام. هذه الزيارة هي تحديدا لكسر الجمود. جماعة الحوثي مثل ما قلت لك تعاني الآن عزلة كبيرة، وخصوصا الفترة الأخيرة رفضوا استقبال المبعوث الأممي السابق إسماعيل ولد الشيخ، ثم بعد ذلك رحبوا بنائبه ثم رفضوا مقابلته وكذلك، وبعد ذلك أرسلوا رسائل أنهم مستعدين لمقابلة المبعوث الأممي الجديد. فأعتقد أن الاتحاد الأوروبي وهو يحاول أن يلعب هذا الدور يرى أن استمرار عزلة الحوثيين لن يخدم الحل السياسي في اليمن. طيب أنت برأيك أن الحوثيون هم من طلبوا هذه الزيارة أم أن الأوروبيون سعوا لحصولها أكثر مما يعني طلب الحوثيون ذلك؟ ليس لدي معلومة هل طلبها الحوثيون أم قامت بها سفيرة الاتحاد الأوروبي مع بعض السفراء الأوروبيين، ولكن المهم هنا أن الاتحاد الأوروبي يحاول منذ العام الماضي أن يلعب دور. تقديري أنا الشخصي هذا الدور هو أكبر من مقدرتهم على الوضع اليوم. سواء سفيرة الاتحاد الأوروبي أو السفراء الأوروبيين الذين زاروا صنعاء يعني مقاربتهم للمسألة مقاربة مختلفة، ولا أعتقد أن بمقدرتهم حل الأزمة السياسية بالطريقة التي يعتقدوا أن بإمكانهم حلها. يعني ما هو الدور الذي يحاول الأوروبيون لعبه، ولماذا ترى هذه يعني وجهة نظرك أنهم غير قادرين على ممارسة هذا الدور؟ الحل السياسي وصل إلى نقطة اصطدام. النقطة العرقلة الأساسية هي هل الحوثيين مستعدين لتسليم السلاح مقابل أن يقدم الطرف الآخر أي نوع من أنواع التنازلات مهما كان حجمها؟ الأحداث كلها تؤكد لأي متابع أن الحوثيين لن غير مستعدين لتسليم السلاح مهما كانت هذه الخسائر، مهما تعرضوا من خسائر سواء ميدانية عسكرية. وهنا أنا أعتقد يعني هنا بيت القصيد، بدون المقدرة لحل الوضع الأمني وهو ما أشار إليه المبعوث الأممي السابق إسماعيل ولد الشيخ في آخر إحاطة له، أننا كنا بالإمكان الوصول إلى حل سياسي، ولكن عدم تقديم التنازلات في الشق الأمني عرقل الوصول إلى أي تقدم في مسألة المفاوضات السياسية. طيب الاتحاد الأوروبي ليس لديه القدرة للضغط على جماعة الحوثي في هذا الملف، وهو هنا المشكلة الأساسية. والنقطة الثانية أن الاتحاد الأوروبي في هذه الظروف الدولية التي تمر بها يحاول أن يحمي الاتفاق النووي الإيراني من الـ من الـ من الـ من الانهيار، لن يسعى بالضغط أكثر تجاه إيران لمحاولة الضغط على جماعة الحوثي. فلذلك أنا أعتقد أنهم يحاولوا أن يلعبوا دور في ظل أزمة عسكرية وسياسية حقيقية أكبر من قدرتهم على المناورة. طيب الحديث عن يعني مساحة المناورة في نهاية المطاف هي متعلقة بالقرارات الأممية في نهاية المطاف. القرارات الأممية كانت واضحة في مسألة السلاح بالنسبة للحوثيين. الحوثيين من الواضح أنهم غير قابلين ل يعني التنازل في هذه النقطة. إذن هل يحاول الأوروبيون خلق واقع جديد
هي المشكلة أن هناك قراءة، يعني قراءات مختلفة، ولكن القراءة الرئيسية ينظر اليمن إلى أن اليمنيين يمكن أن يحلوا مشكلتهم فقط إذا استطاعوا أن يقدموا ضمانات كافية للمملكة العربية السعودية أن الحوثيين لن يستهدفوها، لن يطلقوا الصواريخ تجاهها. القراءة هذه تصطدم بواقع أن الحوثيين بمجرد أن حتى لو كان التحالف العربي غير موجود كانوا سيقاتلوا بقية اليمنيين. الحرب ستعود إلى مربعها الأول وهو الحرب الرئيسية، حرب الحوثيين مع بقية اليمنيين. حتى حليفهم وحلفائهم في المؤتمر الشعبي العام اليوم يتعرضوا لكل أنواع التنكيل، معناتها أن الحوثيين يعني عاجلا أم آجلا سيصطدموا مع المجتمع الدولي، سيصطدموا مع اليمنيين، لأن الأزمة السياسية التي خلقوها منذ سبتمبر عام 2014 لا زالت كما هي، وهذه النقطة الأساسية التي لا أعتقد أن الاتحاد الأوروبي يستطيع حلها. طيب برأيك لماذا كان هناك دبلوماسيين من فرنسا وهولندا وكذلك السويد برفقة كالفو بويرتا؟ أولا بالنسبة للسويد، السويد الآن هي عضوة في مجلس الأمن، هي من الدول الـ15 الموجودة الآن في مجلس الأمن، فلذلك هذا العام سيكون لها دور. فرنسا هي عضو دائم في مجلس الأمن. الدول الأخرى هي دول عملت في اليمن منذ فترة طويلة بشكل مباشر، فلذلك إلى حد ما يعتقد أنه إذا قدم للحوثيين مفاوضين بمستوى تمثيل كبير كمستوى السفراء من شخصيات يعتقد أن الاتحاد الأوروبي إلى حد ما ليس طرفا فاعلا في الأزمة، ليس لا يستطيع ان تحسبه على التحالف ولا على الحوثيين، ربما يستطيع ان يقنعوا الحوثيين انهم بامكانهم ان يقدموا الى طاوله الحوار. طيب ارجو ان تتفضل بالبقاء معي استاذ براء. ارحب بمن ينضم الينا الان، مستشار وزاره الاعلام دكتور فيصل العواضي الذي ينضم لنا عبر الهاتف من الرياض. اهلا بك دكتور. مرحبا بك وبالاخوه المشاهدين الكرام بضيفك الكريم. حياكم الله دكتور. إذن بالأمس مارتن غريفث يتسلم مهامه كمبعوث بشكل رسمي كمبعوث أممي إلى اليمن ويقابل الرئيس عبد الرب منصور هادي اليوم. ما الذي يعني ما هو الجديد الذي حمله هذا الاجتماع مع الرئيس هادي؟ طبعا الجديد يعني لازال التأكيد على حرص العالم على إخلال السلام باليمن، وبالنسبة طبعا لخيار الحكومة الشرعية السلام خيار استراتيجي، وكما يقال السلام خير الشجعان. القضية نحن لا يعنينا اسم المبعوث أو جنسيته، ولكن يعنينا الوصول إلى سلام وفقا للمرجعيات التي تم الاتفاق عليها. واليوم أكد أيضا المبعوث قبل مقابلتي للأخ الرئيس في ما يعني ما حد ما طلع عنه من أحاديث الإعلام أن أي سلام في اليمن يجب أن يكون نابع من المبادرة الخليجية وما تلاها. طيب الآن هذه الزيارة تزامنت مع وجود بعثة من الاتحاد الأوروبي ودبلوماسيين أوروبيين في صنعاء، الحكومة صرحت أنها على علم بها وتمت بالتنسيق معها. هل يعني ما طبيعة يعني كيف ترى الحكومة هذه الزيارة؟ هل تراها أن هناك محاولات لاستمالات الحوثيين، ربما فرض واقع جديد؟ كيف ترى؟ طبعا بالنسبة للسفراء الدول الراعية للسلام في اليمن والعالم كله يدرك طبيعة الحوثيين، فقد كانوا معايشين لجولات المشاورات بدءا من جنيف وانتهاء في الكويت، وكانوا يضعون الأفكار التي كانت الحكومة ترحب بها ويرفضها الحوثيين. الآن هم يرون أن الحوثي في ظروف صعبة، ربما بداية انهيار، وقد يقبلوا بما كان يرفضونه أو بما كانوا يرفضونه في الجولات السابقة، فذهب الوفد لهذا الغرض والحكومة على اطلاع كامل. يعني ليس هناك أجندة جديدة أو رؤية جديدة لإحلال السلام باليمن، لأن السلام لابد أن يتم وفق يعني لابد من السلام الحقيقي لا يكون إلا بعودة مؤسسات الدولة
وإنهاء الانقلاب والانسحاب وحل الميليشيات. بعدها ندخل في شراكة، ندخل في هذه أشياء كلها لاحقة، ومؤسسات الدولة إذا عادت هي ضامن وحامي للكل. طيب يعني الآن الحوثيين أنفسهم، يعني الآن هناك حديث عن مفاوضات قادمة، هل ستكون أم لن تكون؟ والله هذا يتوقف على موقف الميليشيا الحوثية. إذا قبلوا بالجلوس إلى طاولة المفاوضات أو المشاورات، ويعني التزموا بعوامل بناء الثقة كشرط أساسي كان قد دعاهم إليه فخامة الأخ المشير عبد الرب منصور هادي، والعالم كما قلت لك أصبح يعرف حقيقة يعني المشروع الميليشياوي، واليمن والإقليم والعالم على قناعة كاملة بأنه لا مستقبل ولا يمكن أن يكون هناك سلام وأمن واستقرار حقيقي في هذه المنطقة في ظل وجود ميليشيا مسلحة. طيب ما هي وجهة نظر المبعوث الأممي الجديد بالنسبة إلى التعامل مع الحوثيين دكتور؟ والله لم نطلع، يعني كما قلت لك هو تحدث على أنه يسعى لإحلال السلام في اليمن وفقا للمبادرة الخليجية وما تلاها، يعني ما فيش أي يعني نظر جديدة. والعالم يعني ألا تخشى الحكومة مثلا من محاولات لإضاعة الوقت أو إطالة أمد الصراع؟ إذا ما كان يعني الحوثيون في آخر مفاوضات، كان هناك دائما جمود عندما يتعلق الأمر بالملف الأمني وتسليم الأسلحة كما قال ذلك إسماعيل ولد الشيخ بنفسه، ألا تخشى الحكومة من إطالة الأمد الصراع على حساب المأساة الإنسانية التي تحدث في البلاد؟ والله الحكومة متحملة مسؤوليتها الأخلاقية، يعني كما قال الله تعالى وإن جنحوا للسلم فاجنحوا لها، لكن أمام تعنت الحوثيين يعني الجلوس على طاولة المفاوضات لا يقدم ولا يؤخر إلا بقدر توفر حسن النوايا، لكن إذا جلسوا على طاولة المفاوضات بنفس العقلية السابقة وبنفس الرؤية السابقة فهذا طبعا يعني بيكون من قبل العبث، لكنه لن يطيل أمد الصراع، يعني لأنه لن يترتب على الجلوس على طاولة المفاوضات أي مثلا تثبيت لأشياء على الأرض، يعني بما فيها وقف إطلاق النار أو وقف تقدم قوات الجيش الوطني في العديد أو في جبهات القتال. طيب الآن يعني دكتور فيصل، المتابع اليمني عندما ينظر إلى أن المبعوث الأممي يبدأ زيارته من عند الرئيس هادي، لكن في المقابل هناك الوفد الأوروبي متواجد في صنعاء، ما الذي يجب عليه فهمه من يعني في سياق الحديث عن السياسة وعن المفاوضات السياسية القادمة؟ هناك مخاوف كثيرة من ما هو القادم بالنسبة لليمنيين عندما يتعلق الأمر أو عندما يضع بالاعتبار المأساة الإنسانية التي تجري في البلاد. طبعا أخي الكريم قلت لك الدول يعني الشهراء الموجودين الآن في صنعاء هم من ضمن رعاة السلام في اليمن، وكانت كل الأفكار توضع من قبل المبعوث السابق إسماعيل ولد الشيخ في المبادرة أو في المشاورة السابقة بمشاركة هؤلاء السفراء. هم ليس لديهم مشروع مناقض لما قد يحمله المشروع الأممي، لكنهم يتوقعون أن واقعا جديد ينشأ على الأرض، يعني نتيجة الانهيارات المتلاحقة والهزائم المتلاحقة، يعني ما يحقق من انتصارات واستنزاف الحوثيين، ربما قد يقبلوا يعني بنفس الأفكار التي كانوا يتعنتون في قبولها. هذا ما ذهب الوفد إلى صنعاء بشأنه. يعني طيب الآن دكتور فيصل، يعني والمعذرة الآن لم أفهم إلى الآن لماذا هم هناك محاولات جديدة عندما تكون تصريحات الحوثيين المعلنة ذات هذه التصريحات، وعندما يكون موقفكم أنتم هو ذات الموقف فيما يتعلق بالمرجعيات، ويكون حديث المبعوث الأممي أن هناك التزام بما وصل إليه إسماعيل ولد الشيخ، إذن ما هو الجديد؟ ما هي نقطة الاختلاف التي سيأتي بها سواء المبعوث الأممي الجديد أو من هم في صنعاء الآن من دبلوماسيين أوروبيين؟
قلت لك التصريحات التي تقال في الإعلام غير، ولكن الكلام الذي عندما يجلس الناس على الطاولة يتحدثون بلغة أخرى. الآن السفراء سينقلون يعني كما يعني نفس الأفكار اللي قلت لك كانت تطرح ويرفضونها، لكنهم سيضعونها أمام الحقائق الجديدة، سواء ما يتعلق بزيادة الأزمات أو الوضع الإنساني باليمن أو ما يتعلق بالوضع الذي يعيشه الحوثيون. هم يعني لم يقدموا إلى الآن منذ 3 سنوات لم يقدموا لليمن أي خير، ولن تبدر منهم أي بادرة طيبة إنه العالم يقول والله هؤلاء قد جبنوا بلد، قد يكون لديهم مشروع، قد إلى آخره. كل ما جلبوه هو مزيد من الكوارث، فهذا ما سيواجههم به المبعوثون الآن الموجودين في صنعاء. أشكرك إذن دكتور فيصل عواضي مستشار وزارة الإعلام، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض على تواجدك معنا. بالعودة إليك أستاذ البراء، ما الذي يمكن أن يكون قد استجد بالنسبة للحوثيين برأيك؟ هل سيكون هناك يعني نوع من التنازلات، أم أنهم امتلكوا أوراق ما يفاوضوا بها؟ يعني من ناحية ما استجد منذ آخر مرة، هناك يعني هناك محطتين رئيسيتين. المحطة الأولى هو مقتل الرئيس السابق علي عبد الله صالح وانتهاء الشراكة عمليا ما بين المؤتمر الشعب العام وجماعة الحوثي. المحطة الثانية والتي هي مهمة أيضا، أحداث عدن وتقريبا وجود تيار اللي هو المجلس الانتقالي الجنوبي، معناته أن المجلس الانتقالي الجنوبي الآن ليس حليفا، يعني ليس حليفا حقيقيا على الأقل في هذه المرحلة مع الحكومة الشرعية. هذه النقطتين يعتقد أنها قد تدفع الطرفين إلى أن يتقدموا أكثر في طاولة المفاوضات، لأن الظروف الميدانية يعني ليست في صالح الطرفين الأساسيين في النزاع. طبعا وجود أطراف أخرى هذا يعقد المسألة. المؤتمر الشعبي العام انشق عن جماعة الحوثي، ولكن لم يتحول كحليف للحكومة الشرعية، والمجلس الانتقالي الجنوبي عمليا خرج من الحلف الذي كان مع الحكومة الشرعية، ولكن بذات الوقت ليس حليفا مع جماعة الحوثي. كيف ستتغير الأحداث لا أعلم، ولكن النقطة الأساسية هي تظل كما هي لم تتغير. جماعة الحوثي منذ أن امتلكت السلاح الثقيل ودخلت صنعاء ليست مستعدة الآن لتقديم أي تنازلات، حتى بخسارة هذا الحلف، حتى ببعض الخسائر الميدانية ليست خسائر ميدانية تجبرهم على أن يقدموا تنازلات. الذي الأوراق الجديدة التي يمكن أن تكون بيد الحكومة الشرعية لو قلبت بعض الموازين على الأرض، تحديدا على سبيل المثال مدينة تعز، لو تم تحرير محافظة تعز بالكامل وبعض المحافظات الأخرى، هذا قد تجبر جماعة الحوثي وقد تجبر المجتمع الدولي على التعاطي مع الملف من زاوية أخرى، وليس بهذه الطريقة الغريبة في التعاطي مع المسألة. طيب الآن يعني في عندما نشاهد وسائل الإعلام التابعة للانقلابيين، هناك نوع من اللقاءات على مستوى إنساني، هناك ممثلة أو ممثلين لمنظمات إنسانية مثل اليونيسف وكذلك المنسق شؤون الإنسانية في اليمن، هناك لقاءات مع جهات حوثية هناك في صنعاء. هل هناك أيضا جهود توازي هذا الخط السياسي إنسانيا؟ يعني اللقاءات مع سواء مثلا اليونيسف أو الأوتشا أو غيرها من المنظمات، هذه منظمات إنسانية، ليست المعني الأول بالملف السياسي في الأمم المتحدة هو مكتب المبعوث الأممي لليمن مارتن جريف. اللقاءات الإنسانية هي تتم على فكرة ليس فقط مع جماعة الحوثية، في أي دولة فيها نزاع يلتقوا مع الأطراف المسلحة. لكن يعني يظل ان المكاتب الرئيسيه لا زالت موجوده داخل صنعاء، فلذلك هم سيستمر التعامل مع جماعه الحوثي.
هي القصد أنها تزامنت مع هذه الزيارة للسفراء يعني الأوروبيين وأنطونيو كالفو بيرتا أيضا. هو الإشكالية الأساسية أن جماعة الحوثي تشعر بعزلة. مشكلة هذه الزيارة الوحيدة أنها تقدم للحوثيين حبل نجاة وكسر العزلة إلى حد ما في الوقت الذي يزداد الضغط فيها على جماعة الحوثي. وهنا الاختلاف في وجهات النظر الأساسية ما بين الحكومة الشرعية وبالإضافة إلى التحالف والاتحاد الأوروبي وبعض اللاعبين الدوليين. الحكومة اليمنية والتحالف يرى أنه كلما استمروا بالضغط على جماعة الحوثي هذا سيجبرهم على الرضوخ. الاتحاد الأوروبي يرى أنه إذا تم عزلهم تماما هذا لن يساعد الحل السياسي في اليمن. وهنا أعتقد وجهة الاختلاف الأساسية ما بين طريقة التفكير سواء الاتحاد الأوروبي أو الحكومة اليمنية. طيب يعني سأسألك يعني بعد أن نذهب إلى فاصل قصير سأسألك على يعني هل يمكن أن يسهم هذه الزيارات أو كسر العزلة كما تصفها بأن يعني تحلحل مسألة سياسية خاصة بوجود قرارات أممية؟ اسمح لي أستاذ البراء أن نذهب إلى الفاصل. مشاهدينا تفضلوا بالبقاء. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من المساء اليمني، وأجدد الترحيب بضيفي الأستاذ براء شيبان الباحث في حقوق الإنسان الذي ينضم إلينا عبر السكايب من لندن. أستاذ البراء، يعني هناك من يربط ما بين جنسية المبعوث الأممي الجديد ومسألة الدور الأوروبي في الملف اليمني الذي قد يرونه أنه سيكبر مع الأيام، هل تتفق مع هذه النقطة أم لا؟ لا أتفق تماما. مسألة جنسية المبعوث الأممي هو ليس ممثل لبريطانيا داخل الأمم المتحدة، هو فقط حدث أنه وصل إلى هذا المنصب ويتقدم لهذا المنصب الكثير من السياسيين أو المفاوضين وحصل عليه هذا المبعوث. هو لا يعمل بتوجيه من المملكة المتحدة وإن كانت جنسيته بريطانية. بالنسبة للدور الاتحاد الأوروبي، نعم أتفق معك، الاتحاد الأوروبي سيسعى في خلال هذا العام على الأقل في أن يلعب دور أكبر، بالرغم أنني شخصيا أشك في قدرته على لعب هذا الدور. طيب لماذا مثلا لا نرى ألمانيا وهي الحديث على أن دوما عندما يعني كثير من السياسيين أو الباحثين يتحدثون عن دور أوروبي لابد من وجود دور لألمانيا في ذلك، لكن لا نشاهد ربما سفير مثلا أو دبلوماسي ألماني في ضمن هذا الوفد؟ يعني هو ليس بالضرورة أن يكون كل السفراء موجودين دفعة واحدة، لكن ألمانيا هي صاحبة نفوذ كبير داخل الاتحاد الأوروبي، وأنا التقيت بالسفير الألماني، هو ليس بعيد عن طريقة تفكير سفيرة الاتحاد الأوروبي أو سفراء السويد السويد وهولندا، تقريبا هم كلهم يحوموا بنفس حول نفس الدائرة، فلذلك أنا يعني لا أعتقد أن هناك فرق أن يكون السفير الألماني موجود أم لا، ربما نجده في زيارة قادمة. يعني لا تستغرب إذا استمرت هذه الزيارات أن تجد السفير الألماني في زيارة قادمة. طيب يعني أنا سأسألك على موضوع أنه الآن بما أن هناك جهود المبعوث الأممي تمشي في خطأ إن صح التعبير، هناك الآن هذا التواجد للدبلوماسيين الأوروبيين، هل هي جهود
ستكون متضاربة أم أن هناك نوع من الالتقاء ما سيصب في نهاية المطاف في مصلحة الملف اليمني؟ هو أعتقد أن وجهة الالتقاء الأساسية أن رغم أن المبعوث الأممي لا يزال جديد، ولكن لا أعتقد أنه بعيد عن طريقة تفكير الاتحاد الأوروبي. الاتحاد الأوروبي يرى إلى هذه اللحظة أنه هو طرف محايد في الأزمة السياسية في اليمن، يستطيع أن يلعب دور الوسيط، دوره مقبول من قبل الحوثيين مثلما دور مثلما بنفس الشكل مقبول من قبل الحكومة اليمنية، فلذلك يمكن أن يلعبوا مثل هذا الدور. أعتقد الإشكالية الأساسية أن سفيرة الاتحاد الأوروبي والسفراء الموجودين يبالغوا بمدى مقدرتهم على إقناع جماعة الحوثي أو الضغط. ما هو الدور أستاذ البراء؟ يعني ما هو الدور الذي يريدون لعبه تحديدا؟ ما هو أهدافهم بالضبط؟ الدور بشكل بسيط، الدور هم يروا أنه بإمكانهم أن يكونوا وسطاء حقيقيين، لأنه لا يوجد وسيط حقيقي موجود الآن مستعد أن يذهب مثل هذه الزيارات. مثلا عمان كان يتم الحديث عنها، ولكن عمان مثلا لا يمكن أن نرى مثلا السفير العماني يتحرك في زيارة هكذا إلى داخل صنعاء، لأنه لا يزال ضمن منظومة التعاون الخليجي، وهناك معوقات كثيرة لازالت ماثلة أمامه. النقطة الأساسية التي أريد أن أشير إليها أن الاتحاد الأوروبي ليس لديه أوراق ضغط على جماعة الحوثي، وبما أن ليس لديك أوراق ضغط على جماعة الحوثي بنفس الطريقة لن يتمكنوا من أن يلعبوا الدور الذي أعتقد الآن يصور لهم أنهم بإمكانهم أن يلعبوه خلال هذا العام. لماذا يقومون بهذه المحاولات إذا لا يملكون هذه الأوراق؟ أنا أعتقد أنه يعني وهذه من خلال يعني لقاءاتي ليست الكثيرة يعني مع بعض هؤلاء السفراء بينهم سفيرة الاتحاد الأوروبي، يعتقدوا أن الحرب في اليمن بإمكان الاتحاد الأوروبي أن يلعب دور الوسيط فيها، كون أن المشكلة الحقيقية أن الطرفين لا يثقوا بالوسطاء، أو مثل ما كان يقول الحوثيين يعتبرون المبعوث الأممي السابق ليس وسيطا نزيها في الأزمة اليمنية. بالإضافة إلى أن هناك مدخل يتفق فيه كثيرا مع جماعة الحوثي. جماعة الحوثي تعتقد وتؤمن أنه إذا تم تدهور الوضع الإنساني بشكل أكثر هذا يخدمها. والاتحاد الأوروبي يرى أن المدخل لحل الأزمة الإنسانية هي من خلال تهويل حجم الأزمة السياسية، هو من خلال تهويل حجم الأزمة الإنسانية. هذه النقطة والمقاربة التي أنا أعتقد أنها مقاربة خطأ لهذا حل الأزمة اليمنية هي ما يعني يجعل الاتحاد الأوروبي يعتقد أنه بإمكانه أن يلعب هذا الدور. يعني لكن هناك الآن مبعوث جديد، يعني إذا كان للحوثيين كانت إشكاليات مع إسماعيل ولد الشيخ أو معين شريم نائبه، الآن هناك مبعوث جديد لم يتفاوض أو لم يجلسوا حتى معه إلى الآن، هل سبق الأوروبيون الأحداث برأيك؟ لا، أنا لا أعتقد أنهم سبقوا الأحداث. يعني أولا المبعوث الجديد هو لا زال جديد في المشهد، يعني لم يسلم مهامه رسميا إلا الأمس، وأعتقد أن الحوثيين سيلتقوا معه، ليست المشكلة أنهم لن يلتقوا أنا أقصد الأوروبيين هل استعجلوا؟ تقديري الشخصي نعم أنهم استعجلوا، لكن تقديرهم هم يعتقدوا لا أنه هذا هو الظرف المناسب، وأنه إذا لم يقوموا بهذا التحرك الآن فإن جماعة الحوثي سوف تكون بعيد عن الحل. جماعة الحوثي يزيد عليها الضغط، تزداد عزلتها. تقدير كان الاتحاد الأوروبي في هذه المرحلة أن يجب أن يكسروا هذه العزلة، ولا يستمروا أن يجعلوا جماعة الحوثي في هذه العزلة، لأنه كلما استمرت في العزلة بحسب وجهة نظرهم كلما يبعدهم عن طاولة المفاوضات. طيب هل يعني ما الذي يغري الاتحاد الأوروبي أن يكون وسيطا في أزمة يمنية أستاذ البراء؟
أولا مسألة ما الذي يغري الاتحاد الأوروبي هو ما الذي يغري أي دولة تريد أن تتدخل في حل الأزمات الإنسانية والأزمات السياسية في أي دولة في العالم. في مرحلة إذا استطاع الاتحاد الأوروبي أن يلعب دور وسيط حقيقي سيحسب هذه نقطة نجاح كبيرة لجهود الاتحاد الأوروبي، لمقدرة الاتحاد الأوروبي على حل وحلحلة نزاعات تعتبر معقدة جدا، وهم يعني بطبيعة الحال بعيد عنها. مثل ما الذي يغري مثلا الأمم المتحدة يعني الأمم المتحدة في نهاية المطاف جهة دولية معنية في ذلك الأمر، لكن يعني اليمن تتبع او اليمن يعني من ضمن الأمم المتحدة. الاتحاد الأوروبي أيضا كذلك هي جهة دولية كبيرة. أي دولة ستحقق نجاحا من خلال المفاوضات السياسية أو من خلال أن تكون وسيطا، هذا النجاح بطبيعة الحال يحسب لها. الاتحاد الأوروبي الآن يتصرف كمنظومة متكاملة يريد أن يحسب هذا النجاح لصالحه، لأن هذا يعتبر يعني رصيد في مقدرة المفاوضين الأوروبيين أو السياسيين الأوروبيين في تحقيق في حل أزمات معقدة جدا في المنطقة العربية. طيب الآن يعني ونحن نتحدث عن ذلك، وهذه الزيارات جاءت، هي زيارة جاءت بعد حديث أو تسريبات عن لقاءات سعودية حوثية بحسب رويترز كما تناقلت وسائل الإعلام. هل للأمر دلالة أو علاقة؟ أنا لا أعتقد، وأعتقد حتى أن رويترز الطريقة التي يعني تم إخراج الخبر فيها هم كانت طريقة مبالغة فيها. اللقاءات التي تمت ما بين السعوديين والحوثيين تتم على فترات على 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 كثير من الفترات، وهي عادة لقاءات مع أفراد من المخابرات السعودية، تمت في السابق، تتم حاليا، وسوف تتم ستستمر في المستقبل. لا أعتقد أنه كان خبر يستحق كل تلك الضجة التي قامت بها رويترز، فلذلك أنا لا أربطها كثيرا حقيقة باللقاءات التي قامت بها جماعة الحوثي مع أي من الأطراف الإقليمية. طيب أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا أستاذ البراء. أرحب بمن ينضم إلينا الآن مشاهدينا الكرام، رئيس مركز أبعاد للدراسات والبحوث الأستاذ عبد السلام محمد. أهلا بك أستاذ عبد السلام. أهلا وسهلا بكم وكل مشاهديكم الكرام، حياكم الله. إذن أستاذ عبد السلام، هناك الآن هذه الجهود الأوروبية، وجود لرئيس أو سفيرة الاتحاد الأوروبي أنطونيا كالفو بويرتا، كذلك ممثلين دبلوماسيين من السويد، فرنسا، هولندا، وهناك في المقابل لقاء قام به الرئيس هادي أو قام به المبعوث الأممي الجديد مارتن غريفيث مع الرئيس هادي بعد تسلم مهامه. كيف تقرأ هذه المستجدات على الصعيد السياسي؟ أولا طبعا هذه المستجدات تأتي مع قرب الذكرى أو نهاية الذكرى أو دخول الذكرى أو بدء الذكرى الرابعة لعاصفة الحزم في 26 مارس القادم، يعني بعد أسبوع من الآن. وبالتالي هناك تحركات دولية ودبلوماسية لإنهاء المشكلة اليمنية، خاصة وأنها تحولت إلى مشكلة إنسانية ربما الأكثر بؤسا في المنطقة وخلال هذا خلال العقد الأخير. وهذه يعني التحديات التي واجهتها المنطقة بعد انقلاب الحوثيين على الدولة اليمنية ونجم عنها عاصفة الحزم يراد لها نهاية، وهناك ضغوط دولية كبيرة جدا على دول المشاركة في عاصفة الحزم من التحالف العربي، وهذه الضغوط ربما يعني حملت هذه الدول كثير من الأسباب على أنها هي التي تقف وراء استمرار الحرب، ولكن يبدو أن دول التحالف العربي أرادت إتاحة فرصة للمجتمع الدولي أن يقوم بضغوطات على الحوثيين. وهذه التحركات يعني مآلها الفشل. لماذا؟ لأنه هناك قرارات دولية ربما لا يقبل بها الحوثيون لا الآن ولا سابقا ولا حتى لاحقا، ولا يستطيعون التلاوم معها كونهم
حركة مسلحة يعني لا ترى نفسها ولا ترى قوتها وبقائها واستمرارها في السيطرة إلا من خلال استمرار الحرب والفوضى، مثلها مثل إيران التي تستخدمها من أجل الحصول على يعني نفوذ في المنطقة ومن أجل أيضا تفكيك دول الخليج مستقبلا. بالتالي أنا يعني لا أرى هذه التحركات لها أهمية قد تنهي المشكلة أو الحرب إطلاقا. وفي الأخير ربما لا تحسم القضية اليمنية إلا بمنتصر وحيد على الأرض. يعني الآن أنت تتفق مع ضيف الآخر أستاذ البراء شيبان في ما ستؤول إليه جهود البعثة الأوروبية أو السفراء الأوروبيين، لكن عندما نتحدث عن الواقع السياسي اليوم، الواقع على الأرض أيضا، من هم أفضل الآن؟ يعني منذ مشاورات الكويت السابقة إلى الآن حصلت مستجدات كثيرة في الملف اليمني، اليوم من هو أقوى على الأرض؟ القياس القوة على الأرض تعتمد على كثير من العوامل. لا نستطيع أن نقول هناك طرف أقوى من طرف، قد يكون من الناحية السيطرة العسكرية ومن ناحية القوة الأكثر على الأرض. نستطيع يعني نتحدث عن عاملين أساسيين، عامل أولا العامل العسكري وهو الحاسم في هذه المسألة وأعتقد الشرعية الأكثر سيطرة على الأرض، والعامل الثاني عامل يتعلق بمدى استقرار المناطق التي تحت هذه السيطرة، وهنا يعني تختلف الشرعية مثلا في مأرب أكثر استقرارا من الشرعية في عدن، والحوثيون ربما يعني في مناطقهم أحسن سيطرة عسكريا لكن أقل قدرة على تقديم الخدمات للمواطنين الموجودين تحت سيطرتهم. وبالتالي في المجمل يعني في المجمل نستطيع أن نقول أن الشرعية متقدمة نسبيا على الانقلاب، وخاصة أن هناك يعني إذا قسنا يعني الجانب الجغرافي والتعداد السكاني وأيضا المنافذ البحرية كلها الآن بيد الشرعية، لكن هناك إشكالية كبيرة جدا تتعلق بالخلافات في إدارة هذه المناطق ما بين الشرعية وما بين التحالف العربي، حيث أن التحالف العربي يبدو أنه يبحث عن أطراف أكثر قربا منها وأكثر يعني قبولا لها على الأرض، وهو ما يصنعها الآن حاليا، ويبدو أنه غير راضي عن الشرعية ولا حتى حلفاء الشرعية من الأحزاب السياسية وأيضا المؤسسات الأخرى. وبالتالي عملياً وعسكرياً أنا أعتقد الشرعية متقدمة نسبياً، لكن هل يمكن الاستفادة؟ هناك نقاط عوامل قوة كثيرة لدى الشرعية، وفي الأخير إذا لم تستفيد من نقاط قوتك بالتأكيد تصبح نقاط عبء عليك، وهذه المناطق وهذا النفوذ طيب. الكبير للشرعية إذا لم تستفيد منها تصبح عبء وتؤدي إلى انقسامات وتفكيك لهذه التحالفات. طيب أستاذ عبد السلام، يعني الضيف الآخر يقول أنه ليس هناك لدى الأوروبيين أوراق ليضغطوا عليها أو ليس لديهم ما يؤهلهم للعب دور الوسيط بشكل أو بآخر، هل ترى أنت إمكانية لديهم أوراق جديدة سواء لديهم أو لدى مارتن غريفز أيضا؟ التحرك الأوروبي هو لم يأتي من فراغ، التحرك الأوروبي هو جاء بتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية والروس، وهذا التحرك بالأساس هو جاء وفق عاملين أساسيين مهمين جدا، الضغوط الدولية اللي يواجهها التحالف العربي، بالتالي التحالف العربي هو الذي طلب الاتحاد الأوروبي أن يقوم بهذا التحرك أو بدعم هذا التحرك، والجانب الثاني أن الانقلابيون في صنعاء يتحججون بالوضع الإنساني، وهذا الوضع الإنساني شكل ضغوط كبيرة جدا على الدول الاتحاد الأوروبي التي أصلا تبيع بعضها السلاح لدول الخليج ودول التحالف العربي، وبالتالي هم يريدون أيضا إظهار هذه الجماعة على أنها غير قابلة للسلام، وأنا أعتقد سينجحوا في أمر واحد وهو ليس إنهاء الحرب، وإنما سينجحون في كشف الحركة الحوثية بشكل أكبر بأنها لا تقبل السلام، وبالتالي لإعادة العسكرية ربما تستمر بشكل أعنف، يعني لإعادة صفقات السلاح كأفهم منك، وهذا جزء من ربما من يعني المشكلة القائمة، لأن الدول مثل بريطانيا كلما تريد أن تقوم ببيع سلاح للتحالف العربي يحصل إشكالية داخلية وهي ضغوط من أجل الجوانب الإنسانية،
أنا أعتقد أن هذا القيام الآن الأوروبيين بدعم من الأمريكيين والروس وبدعم أيضا من الاتحاد العربي في إعطاء فرصة للحوثيين في عملية السلام سيظهرهم أكثر أمام هؤلاء أنهم غير قابلين للسلام، وبالتالي تمرر هذه الصفقات دون ضغوط. هذا أمر يؤخذ في البال، لكن الأمر الأهم أن التحالف العربي هو يدرك أن الانتصار على إيران ليس بهذه الطرق وإنما بطريقة الحسم العسكري، لكنه يؤجل هذا الحسم لأسباب تتعلق به، وهو بأن نفوذه على الأرض الآن تحتاج إعادة صياغة، ويبدو أنه يقوم بعمل الصياغة في تشكيل ميليشيات خارج إطار الدولة التي تكون أكثر خضوعا له. وهذا الأمر هو لا قد تحصل له ربما يعني مكاسب قريبة، لكن المكاسب البعيدة مستحيلة جدا وتنعكس سلبا على أمن المنطقة. أشكرك رئيس مركز أبعاد للدراسات والبحوث من اسطنبول أستاذ عبد السلام محمد، كما أشكر من كان معنا في هذه الحلقة أيضا أستاذ براء شيبان الباحث في حقوق الإنسان عبر سكايب من لندن، شكرا لكما، كما وشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإنصات، في أمان الله.